رجعنا لكم في اولاد الكوجينه. كما شفتوا الشيف عادل كان يحضر لنا توا في شوربه لسان عصفور، دونك شوربه لسان عصفور لبي دوغ. اما قبل هذا الكل باش نمشيو ساعه للشيف مؤمن اللي باش يورينا كيفاش بيحضر لنا الغراتان هذا اللي باش خرجنا من لي غوسيت كلاسيك كيظهر. دونك غراتان الفرفاله لبي دوغ. لبي دوغ الفرن هكا شايفه؟ اي في الفور يعني. الفرن معناتها في الفور اما كالعاده. خديت شويه زيت نجمه، حديت زيت البات. اي جاب ربي خلط عليك شايف. اي خلط علي. لما ست سحريه هذوما لازمنا نخلطوا عليهم الناس اللي تبع فينا الكل. باهي عندنا الصوص، عندنا الدجاج، اون فا كومبوزي. اي كيفاش نعملوا شايف؟ قبل كل شيء كيفاش اون فا كومبوزي؟ الحاجه الاولى هنايا باش ناخذوا بلاتو ولا تيركويت ولا حاجه في الفور، كيف كيف عباره كان باش نخدموا كان جينيرالمون باش نخدموا لازانيا، مي باش نخدموها بالبات. هي باش شيف. الكوش الاولانية صوص بشاميل. صوص بشاميل، باش ناخذوا البات باش نحطوها الكل. هي. وغايتالي شوية من البات. هكا. اللي شاف البات نتاعنا أقل من دراج خليناها تتصمت. دونك خليناها أقل من دراج، علاش؟ خاطر باش نكملوا باش نكملوا الكويسون باش نكملوه في الفور. تيني كيما هكا. هذي شاف. هذيك هي. بديت نحفظ. بديت نحفظ في درسي. حفظ درسك. دونك باش ناخذوا الفارس اللي هي حدينا شويه دجاج الفيرما مع شامبينيون ما مع شويه بصل ملح فلفل كحل ونواد مسكات باش نحطها من فوق. اي هذه الكوش الثالثه تو. من بعد باش نزيدوا الصوص. الصوص اللي هي كنا حضرناها بشاميل، حطينا مارغارين كولدينا مع شويه فارينا ليبيدور مع اترا حليب ناتيلي، وبعد زدنا كريم فريش ناتيلي، ومن بعد زدنا شويه ملح واد مسكات وحاطين فرماج بريزيدون رابي ا لي مونتال. باه دونك ديجا عرفنا كومبوزيسيون هكا توا اللي حضرت. باش نزيدو كيف كيف كيما تقول انت نبنيو على الثالث. نبنيو توا الطاق الثالث. نبنيو الطاق الثالث. هذيك هاي حاضره هكا، هذه ما عادش نسحقو. يعطيك الصحة شيف. نجيب وحدك نكملو كملت الشامبينيون مع ديما القوة الكل شايف في الكوش الاخرانية في الطاق الاخراني. الكوش الاخرانية تبدا الكوش الاولانية ماكش عارف باش تحط كملها كلها ولا ما تكملش، كل واحدة تبدا تستحضر. في الكوش الثالثة الاخرانية تولي تحط اللي قاعد الكل نحطوه. اللي قاعد الكل. باهي هذيك توا ما عادش نسحقوها. اما ديما شايف يظل معروف هذا عند الناس الكل، نتصور حتى اللي شايف مش كان العباد اللي في ديارهم. لي كوش اللي في الوسط نبلفطوهم نحطوا البشاميل كيما جاي ما نزينوهاش، معناتها نبداو لهين بالكوش الاخرانيه. انا استر ربي نعرفك تغني مش هكا جيت معنا في الكوجينه. اما شايف كمان ما نوسعوش بينا برشا في الكوش ولا اللي لازم كل منظم. هكا ريتنا وسعنا بينا في كل شيء جست باش تكون الريبارتيسيون كلها اكيليبغي بيان اكيليبغي. نتعديو كما قلت انت اللمسه السحريه، دونك عندنا فرماج راكي بريزيدون ليمونتال. ونتعديو نحطو جبن نجبن اللي باش نحطوه في فرفالي لبي دوغ الفورنو، باش من بعد هكا الغراتان نتاعنا الكل يبدا لونه كراميليزي شويه، يبدا اللقطه نتاع الجبن الناس الكل يحبوها، يبدا الحق حاجه هايله برشا. فوندون فوالا. اسمع بزيد جبنك هاو. زيد جبن صحيت شيف مؤمن وجبن قصة حب لا تنتهي. جينيرو زي كمان. يعطيك الصحة شيف. دوك مخنا توا كي باش نحطو في الفور. هي برشا شيف. أنا باش نخليك شيف توا باش تحط لنا الكغاتان نتاعك. صحيت باش تقول لنا شنو الديسير نتاعنا شيف. الديسير سهلة توا بالنسبة بعد ما تاكل تعبيها قد قد الكغاتان. كما قلت أنت مقرونة تبارك الله الشربة اللي حضرها الشيف عادل. شو مازال حاجة سهلة ما طلبش برشا وقت. وخفيفة شيف. وخفيفة. وبنين هي باش انا باش نرجع لك من الشيف لطون تحضر لنا لي زانغريديون تاع الديسير، وباش نمشي توا للشيف عادل اللي باش نشوفوه وين وصل توا في تحضير الشربه والسلطه نتاعنا. شيف الشربه بويسك الحمص مام عندنا حاضر. اي حاضر طيب باش حطوا دونك ليتاب الاخرانيه ما ايوه لازمنا نتونسوها شويه. نتونسوها شويه. نتونسوها شويه. بيان سور باش نحطوا هريسه توكال حاره حاره هريسه النار تجربه تعمل 66 كيلو. تحبش حار برشا انت؟ لا لا شاف لا شاف يظل شاف عادل ما تبعش الحلقات اللي فاتوا. شبيه؟ قال لي ما تحبش حار برشا. قال لك يتفرج كان على شانات فرانسيس هذاك.
لي من لازم سيد هولي من اليوم باش يولي يتبع في قناه التاسعه اولاد الكوجينه، اللي نذكر اللي يتبعوا فينا الكل اللي باش تولي تتعدى كل يوم في رمضان باش ندوكم بالماكله البنينه، اي سورتو شيف عادل باش يجيب حذانا باش يطيب لنا الفايله ان شاء الله. ان شاء الله ونحطوا توا شويه الشربه نتاعنا ليبيدور شويه مش برشا خاطر احنا عملنا كونتيتي صغيره بكل هكا كل حد وكل قدير وقدره وبطبيعة زاد العائلة كل حد والعائلة نتاعو كوب المزاج جديد نحطوها على فودو نار هادية نغطيوها توا نمشيو للسلطة نتاعنا. السلطة شيف شنو باش تحضر لنا سلطة شنو اليوم؟ احنا عندنا بطاطا توا عندنا باش نعملوا سلطة بطاطا وجلبانة بالفيلي دونشوا فيلي دونشوا دونشوا سيدي داود. اوكي عندنا بطاطا توا ساهي مقصوصة اون اون دي اون دي اما شيف يظل فوتنا في ايتاب في السلطة نتاعنا سمطناها البطاطا بتبيعها سمطناها البطاطا مسموطة اي ما قلنا شايف خاطرني انا يظهر لي اكثر حاجه نوحل فيها ديما سمطان ساعات تجيني يابسه شويه ساعات تجيني ناقصه طيب كل مره كيفاه شايف قداش حاطين قداش وقتك هيك اتطيب باش تطيب البطاطا البطاطا حطيناها في الماء وشويه ملح باش تقشر اي حطيناها درجين والماء يبدا بارد لا نحطوها في الماء بارد ونحطوها على الغاز باهي ماشي بالنسبه للبطاطا تبدا ديبار فروا علاش خاطرك تبدا ديبار شو من بعد تفتفت ترشق من كلها باهي حطينا بطاطا معدنوس قسينا شويه جبن ادام قيصر بيان سور احنا مع جبن ادام قيصر ما يغيبش على سلايت نتاعنا شيف سي سي بعدين اش قلنا نحن بطاطا وجلبانه ايه جلبانه جلبانه تمام بيان سور حاضر هذاك علاش اكيد راهو برشا يقولوا شبيهم ما طيبوش الجلبانه والحمص حاضرين باش ترميهم في اخر حد اخر عصر السرعه توا شوف شنو يستحقوا اخر شيف باهي توا باش نفوحوها باش نفوحوها باش نفوحوها شيف زيت نجمه دي زيت نجمه بالطبيعه توا شيف كل وقت عنده السلايت نتاعو ولا كيفاش سي سيو توا سيف الناس كلها تحب سلطه خفيفه الدنيا بدات تسخن توا تصورش كان واحد في غرور القاهره باش ياخذ سلطه من شويه ولا سلطه من شويه ديستيني للشتاء فما سلايت معروفين تاع الشتاء سالاد دو ري مع شنيا وفما سلايت في السيف نحبوا ديما حاجه خفيفه فريشور هكا يبداو فريشور شويه سلطه عليها شويه سكالوب وفروماج سيزار ولا نعملوا ميلونج سلاد نعملوا خاصه سلطه تونسيه نعملوا برشا سلطه تونسيه صحيح وقت البسبيس والخس والاجواء هذيك شايف كل وقت كل احنا بطبيعتنا كل فصل عنده الخضره نتاعه وعنده السلطه نتاعه. هذيك اما احنا اليوم شايف عادل هكا باش يدللكم هكا باش الحق باش نخرجوا من الاوردينير خاطر شايف مستانسين فوالا كيما قلت ديما سلطه تونسيه سلطه خس هكا اليوم سلطه يلزم واحد يبدل يلزم واحد يبدل السلايت نتاعه طلع شويه ملح اي شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه فلفل اكحل باش نزيدوها شايف في حاجات اخرين بعدين باش نزيدوها الفيلي دونشوا في الدريساج نزيدوها الفيلي دونشوا هو هذا سيدي داود فيلي دونشوا سيدي داود بيان سور حاضر يبدل لنا الكو نتاع السلاطه كاريمون تولي بنين هكا ونزينوها بحريه شويه ونزينوها مايونيز مايونيز بونا بونا هذايا من بعد شاف للدريساج هي برشا شاف مالا انا باش نخليك توا تكمل تحضر لنا السلاطه نتاعنا وتبدا تحضر لنا في الدريساج خلينا نمشي مع شيف مؤمن ونشوفوه شنو باش يحضر لنا اليوم في الديسير شيف في الديسير احكي لي حاجه سهله باش نستحقوا اي قول لي شيف 50 مليلتر حليب ناتيلي اي باش نستحقوا 100 غرام مارغرين جولدينا وثلاثة كبات عظم اي والبريباراسيون كوم بونجور والبريباراسيون ايفيكتيفمون هذا اللي باش نكمل نقول شفت شيف البريباراسيون تاع فانواز يعني كيك بالفاني اخترنا كيك بالفاني سهله اما انا شايف هذه الحاجه اللي انا نجم نحكي فيها اكثر على خاطر ديما تلقى نساء هما المزروبين خاطر توا وقتنا ولا انسى تخدم برا وزيد هي اللي تروح تطيب في الدار دونك مع لي بريباراسيون تاع فانواز وايمن تاع رشت حضر كيك صحيح دونك تلقاها حاضره باش البريباراسيون بالحق سهلت لنا برشا الحياه نتاع الكوجينه سورتو لا بالحق هذوما يتسميو دي زيت كيلونات يعني صراحة حاجة تعاون في الكوجينة وسيرتو تعاون البنات اللي يحبوا يتعلموا الكوجينة اللي يحبوا يحضروا المرأة اللي تبدأ باش تحضر ابتدائيات بالنسبة للصغار وكذا كله هذا كله هكا سهل فانواز خمت فينا باش تحضر لنا حاجة سهلة
والصيف قرب الشيف شفتوا باش يكثروا علينا العرايس توا باش يبداو يحبوا على الدباير وباش يوريوا رواحهم حرايه زاد في الديار هكا احنا ديما نودوهم باللي غوسيت جديده شيف دوك بعد ما حطينا البودر باش نزيدوا 50 مليلتر تاع حليب بلاش بلاش من بعد نزيدوا 3 كعبات عظم البرشا شيف سامبل كون بونجور اما ديما كالعاده ركزوا في لي غوسيت نتاع الباتيسري خاطر الجراماج الجراماج وبيان سور مع فانواز دونك لي انغريديون كل مكتوبين من تالي اي مكتوبين سهله في تكنيك موجود صحيح بالنسبه للمارغرين مش نستعقوا مارغرين كلنا سهله هي فيها 200 غرام دونك نقسموها على اثنين ريتها ولا اي باش ناخذوها قد قد من غير ما تقعدوا توزنوا ميزان وكل 200 غرام تاع مارغرين وهكا تكون 200 غرام قد قد 205 هي 200 لا هي 200 غرام تاع مارغرين باش ناخذوا منها 100 غرام برك 105 غرام لا 100 غرام لا هذا يكون خلطوه مع بعض وكل كل سهلة ما تسحقش يعني حتى بالنسبة للمعون هذا ما عادش نستحقوه إذا ما عادش نستحقوه حتى بالنسبة للمعون شايف خليه الباكو فيه لي بيبيت تاع الشوكولاتة عندنا زادة شايف دي بيبيت تاع الشوكولاتة حاضرين باش نزينوا بها يظهر لي الجاتو نتاعنا من بعد من الفوق باش نزينوا بها الجاتو من الفوق البرشا شايف سهلة بالحق لي بريباراسيون لي زادة هذوما كيلونير يسهلونا الحياة في الدار يعني واحدة كيما إيمان تعرف الطيب لازم تحضر كيك منين ما تحرقوش انا متاكده راني في رمضان نوعدكم انا باش نطيب حاجه ان شاء الله بقدره ربي باش نقنع لا وباش زاده باش تاكلها قدام الناس الكل باش تعمل ديغوستاسيون قدام الناس الكل باش تظهر لهم بالحق ما كلتي بنينه والا لا والله هكاك ما نغشوا حد جاسبيغ دونك بالنسبه لينا خذينا المولا كيك ديجا دهنيها بشويه مارغرين جولدينا اي وتو باش نصوبوا البريباراسيون هي البرشا شيف فما بليزيور استوس دونك باش نجمو نصبو اون بارتي ومن بعد ناخذو البيبيت بتاع الشوكولاته باش تقسمهم شويه في الوسط من بعد من فوق هذه حاجه باهيه شيف خاطر ديما كي ناخذو كيك حاضره من الشارع نبداو نتسائلو نقولو كيفاش الشوكولاته وصلت في وسط ما عادش نستحقوها داكوغ شيف هذه ما عادش نستحقوها باش نستحقو البيبيت دو شوكولا صابينا شويه ونخليه شويه اخر باش نصبوه من الفوق من الفوق نتاع الكيك نتاعنا هم حاجات سهلين شيف سهلين كوم بونجور توا هكا بالنسبه للبيتي ديج الصباح تلقى هكا شنو باش تحضر يزينا من الاندستريال نخرجوا لبرا ناخذوا وحده كيك من الشارع ما تعرفش عليها حضروا في دياركم خذوا راحتكم فيها حبوا الكوجينه كيك غرام هي والكل دلوا الصغار ايمان تبدلت ايمان سي لان نحب الكوجينه من قبل هذا ما نستحقوش لازمنا يظل نبدلوها مع اولاد الكوجينه اولاد وبنات الكوجينه زاده تشاو يسال الشارع زعما تقول انت ليه والله تنجح حلوه ويتابعونا اكثر البنات زاده دونك بالنسبه للمولا كيك ديجا حطينا فيه البريباراسيون حاضره كيما قلت لك يعني سهله العمليه الفور ديجا شايف احنا قاعدين نحضروا في الكراتان باش نحطوا زاده الكيك نتاعنا قداش شايف التمبيراتور و طون دو كويسون بالنسبه للتمبيراتور 180 دغري 45 مينوت 45 مينوت دونك حسب عندك انت هي البرشا شايف اليوم دلالكم حضركم غراتان فارفالي ليبيدور وحضرنا زادة شايف كيك فانواز حاضرة باش ريحتها ديجا بدت تفوح يظهر لي من توا والشيف شايف سي بون شايف عادل يظهر لي كمل حضرنا الدريساج نتاع البلا شايف ما ناديتليش في الدريساج ما حبش يوريك الدريساج ما حبش يوريني يظهر لي لي زاستيوس كيفاش لا لا مش لي زاستيوس اي كيفاش شايف خاطر بالحق الافكار هذيا يظهر لي ما تجيكم كنتم على شايف خذينا بول عبينا فيه سلاطة اي قلبناها في صحن حطينا فوقها فيليه هكايا مايونيز المايونيز بونا بونا حطينا الفيليه دونشوا سي دي داود سيتروني حطينا شيف باش نقول لك زاد ما حطيناش قارص في السلطه لا لا سيتروني امور واضحه وعملي العظم هي البرشا شيف شربتنا حاضر انا بالحق شيف ان راي اللي الدريساج من اهم الحاجات هكا ولا شيف دريساج قالكم سمعتوا شايف شنو قال اشتر الخدمة دريساج معناتها إذا كان يجيكم ضيف حتى أنت تبدا متعب روحك و... إيه؟ وعامل درق قداش من بلا ودريساج احنا نقولوا الناس تاكل بعينيها صحيح
صحيح شيف. تو انتم شيف في الكوجينه يعلموكم زاد يقولوا لكم الدريساج حاجه مهمه ولا انتم ديما تجتهدوا وحدكم؟ مش نجتهدوا وحدنا يا خاطر انا اش قلت لك؟ قلت لك راه اشتر الخدمه هو الدريساج. دونك صح يتوسعوا بالكم في الدريساج كما قال لكم شيف عادل. يعطيك الصحه شيف اليوم شيف طيب لنا سوب هيله برشا وسلطه زاد هيله برشا. نخليكم نشوفوا الغيكاب ونرجعوا لكم مع الدريساج. رجعنا لكم في اخر بارتي من اولاد الكوجينه. ان شاء الله الحلقه نتاع اليوم تكون تعديت خفيفه عليكم على خاطر بالحق جاب حدانا شيف انفيتي سبيسيال شيف عادل. تبارك الله عليك ولي غوسيت نتاعك وكيما وعدنا زاد باش يرجع لنا في رمضان بالبايله هكا ولا شيف؟ ان شاء الله سير كل مره فيز موجيت وعاد دار الكوجينه يمشيش ما يجيش في رمضان خاطر انا زي انا من توا بديت نشوف فيها والله بديت نتشاهر فيها من توا. تبارك الله الطاوله نتاعنا عامره عندك كوموند وكان حتى تلاحظوا تحسها طاوله نتاع رمضان. الشوربه السلطه البلا برينسيبال والديسير حاجه هايله برشا قرب حتى شيف عادل يعطيك الصحه يعيشك. شيف مؤمن احكي لي شنو طيبت لنا اليوم ذكرنا بالنسبه للبلا حضرنا البشاميل بالكل شيء حطينا اخذنا اترا حليب ناتيلي عليها 50 غرام مارغرين جولدينا وعليها 50 غرام فارينا ليبيدور خلطناهم كل من بعضهم ومن بعد خليناها كصوص دو باز وعملنا ديكلينيزون. دونك زدناها شويه ملح شويه فلاح شويه جوز طيب ومن بعد زدناها الكريم فريش ناتيلي وزدناها الفرماج رابي اليمونتال بريزيدون هكا عملنا صوص شهي تعمل 6 كيف ابرسا. خلينا شويه بصل شويه زر تاع دجاج الفيرما قليناه في شويه زيت نجمه مع مارغرين جولدينا زدنا شويه ملح فلفل اكحل من بعد طيبنا المكرونه ليبيدور خذينا فرفالي طيبناها اقل من شويه من الدنتي خذت بياضه كامل كويسون في الفور. بعد عملنا الكومبوزيسيون ميلونج عباره نعملوا في لازاني ولا خاطر شاف يظهر لي يغزرونا الكل خلطوا علينا توا يظهر لي توا يستخيلونا طيبنا لازانيا. اما احنا هي يعني باستا الفورنو مكرونه في الفور باستا الفورنو بالطبيعه. إذا كان خلطوا علينا توا وضيعتوا الحلقة وما فهمتوش شنو هي البلا اللي طيبهولنا شيف مؤمن كان تنجموا كان تشوفوها الحلقة نتاعنا والحلقات اللي فاتوا الكل على قناة التاسعة في الشين يوتيوب وإلا على الباج فيسبوك التاسعة زادة. شيف كمل لنا شنو حضرت لنا اليوم؟ وبعد البات في الفور حضرنا كيك. دونك بالنسبة للكيك استحقينا 3 كبات عظم تهبل جعت أنا سيء 100 حليب ناتيلي و100 مارغرين جولدينا خلطناهم في البريباراسيون تاع فانواز كيك فاني خلطناهم كلهم بعضهم حاطينهم في الفور 180 درجه لمده 45 دقيقه وبعد زينا بالبياضه بفوق مع بار بيبي دو شوكولا اللي في وسط الكيك زينا بصوص فانواز بالكراميل. هي البرشا شيف بالحق تجي فطور الصباح مع القهوه حاجه هايله برشا. اي حضر السحور من بعد في رمضان ان شاء الله في رمضان نجمو نحضروها وصفه هي بالطبيعه قيدوها من توا جماعه الكل. يعطيك الصحه شيف مؤمن بارك الله الطاوله نتاعنا عامره اليوم بالطبيعه مش كان بلي غوسيت نتاع الشيف مؤمن بالشيف انفيتي زاد شيف عادل يعطيك الصحه يعيشك وان شاء الله كيما قلت لك قبيله وكيما باش نقعد نقول لك ديما ان شاء الله تجيب حنانه زاد في رمضان بالطبيعه. نذكروا الناس الكل اللي تبع فينا اللي باش نوليو كل يوم في رمضان قبل شقان الفطر باش ندوكم بالماكله البنينه ويعطيكم الدباير. دونك بالحق باش نعطيكم الدباير هي للناس اللي تحير الكل خاطر بالحق الناس الكل يظل يتحير في رمضان تكثر الشهوات والناس كلها تكثر الحيره زايده كل يوم شنو باش نطيبوا كل يوم شنو باش نطيبوا. ان شاء الله باش يجيب حذانا شيف عادل ولا شيف انفيتي الكل بيان سور باش نعاونوكم شنو باش تدبروا في رمضان. شيف عادل ذكرنا شنو حضرت لنا اليوم؟ عملنا شوربه لسان عصفور بالدجاج بالدجاج الفيرما بالدجاج الفيرما خذينا زلر الدجاج قصيناه اون دي انا معلومه اليوم قليناه مع بصل بيان سو قليناه في زيت نجمه زيت نجمه والبصل وقليناه مع طماطم معجونه تشيكال اي وحطينا شويه سيلوري اللي هي كلافس اي شويه كلافس من الاخر شاف هذا الكلافس ولا
لا من الاول انا عملتها من الاول باهي برشا. ملح فلفل اكحل وراس حانوت هي برشا شاف. بعدين حطينا قريب الاخر حطينا الشربة. الشربة نتاعنا لبيدور بالطبيعة. لبيدور. حطينا الحمص بويسك الحمص حاضر. حمص ما نتاعنا حاضر باش هذاك عليه. حاضر باش. ما شاء الله اليوم خذيت حمص وخذيت جلبانة. والتوزويزة شاف. والتوزويزة بالطبيعة. بالهريسة تيكال. هو أي 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 بلا بالطماطم معجونة احنا في تونس بالطبيعة نحطوا هريسة. هريسة. زيد احنا عندنا طماطم تيكال معجونة زدناها تو هريسة تيكال. هريسة تيكال حارة. للي يحبوا الماكله المهزوزه قبيله شفت بلد عليا ناكل فيها بالمغرفه ما لا غالب نحب برشا كنت تقول مايونيز خير هي البرشا شاف. وعملنا سلاد بوم دو تير بيتي بوا بالفيلي دونشوا. اي فيلي دونشوا عملنا عندنا بطاطا مسموطه مخصوصه اون بيتي دي اون بيتي دي اي ومعها الجلبانه بيتي بوا الجلبانه مام مام اي وحطينا معها معدنوس اي فواحنا بيان سور اي فلفل اكحل وزيت نجمه وزيت نجمة وزدنا اللمسة السهرية نتاع بعدين من فوق بعد إدام جبن إدام بتبيع وبعدين في الدريساج زدنا من فوق فيلي دونشوا سيدي داود هو سيتروني سيتروني وكما حطيناش لا ما حطيتش القارصة خاطر غير جو سيترون ديجا هو بالسيترون وعملنا فوق فيلي المايونيز بونا وكاع بعضهم صحيت هذايا اجتهاد من عند الشيف زدنا كعيبات عظام مصموتين يا حبه هذايا يكملوا لنا السلطه نتاعنا شويه سفنيريا تبارك الله شيف الدريساج يعطيكم حاجه ياسر تشهي يعطيك صحة شيف عادل يعطيك صحة شيف مؤمن ان شاء الله تكون عجبتكم حلقه اليوم وان شاء الله تقعدوا ديما تتبعوا فينا على قناه التاسعه في اولاد الكوجينه قاعد لي كان باش نشكر ستان ليفور ديزون دو ديزاين علاني لتحقيق الاماني نشكر سازيو على اللبسه الحلوه اللي لبسته لي وبطبيعه داون تاون لاونج العوينه اللي تنجموا تلقاو عندهم لي بلام تاعنا الكل وبطبيعه نشكر فيروز العياري على المكياج الحلو وعلى الشعر المزيان ميرسي وان شاء الله تتبعونا في الحلقه الجايه باي باي. سيدي داود تن العادة والعويد من عام 1824 موسيقى Liver, 10 ans de design. العليني دي تحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. القيصر بدنا تعيش معانا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل.